خير مساء النور متابعاتي الغاليات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم جليبات صيفيين، كنتمنى انهم نالوا الاعجاب ديالكم. دو بياس كما كتشوفوا هاد الجلابه الاورانج يعني براندا ديالها التحتاني حتى هو براندا. كاين عاوتاني هاد الجلابه هذه في البوردو، القميص ديالها مسلم في البيج حتى هو براندا حتى لتحت، افتحات في الجناب ديال الجلابه كما كتشوفوا، عين عقدة حتى لتحت. كاين عاوتاني هاد اللون هذا سومو متوا براندا، داخل فيه لوينات، افتحات في الجناب، فصالة عادية. كاين عاوتاني هاد الجلابة في اللون ديال قهوي، عين عقدة كما كتشوفوا، افتحات في الجناب، التحتاني مسلم ديالها. كاينه كذلك هاد الجلابه كريف مطروزه كما كتشوفوا في الناحيه ديال الصدر والكميمات. كاين هاد اللوين هذا، كاين عاوتاني هاد الاخضر سوا براندا في اللون ديال الاصفر والخضيدر، هابطه سل تحت براندا، تحت في الجناب. الا بقيتوا معنا حتى لدابا ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والحصري على القناة. ما تنسوناش بلي لايك باب التشجيع فقط، وشي قليبات كما كتشوف. كاين هاد الموف عاوتاني كم توا مطروز، يعني كاين اللوينات فاتحين للصيف. كاين هاد الاورانج هذا بزواق ديال المعلم، نصف توقعين عقدها هابطه بالطريسنا تحت لتحت. كاين عاوتاني هاد المسلم هذا، جلابة الفوقاني ديالها كري، قفطان ديالها مسلم بعين عقدة، التحتاني براندا، يعني الميلونج ديالها جا زوين وراقي ستيفا يعني كتشوفو. كاين عاوتاني هاد اللون هذا، غير كيختلفو هادو غير في اللوينات صافي يعني. شكرا الى المتعة الى فيديو لاحق ان شاء الله.